جايبه لكم بقى يا بنات النهارده وصفه من الوصفات الجميله جدا لتكثيف وتطويل الشعر، علاج التساقط وعلاج كل مشاكل الشعر. الصلع الوراثي تنفع ليكي ولبنتك وكمان تنفع للرجال. يلا بينا، ما تنسوش الاول تعملوا لايك في الفيديو ده، اشتراك لقناتي، تفعيل زر الجرس، وبالله عليكم يا بنات لازم لايك لايك لايك. يلا بينا، اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه الوصفات اللي انتوا عايزينها الفتره القادمه وانا عليا ليكم، وما تنسوش تصلوا على رسول الله في الكومنتات. المكون الاول اللي هيكون عندنا زي ما انتوا شايفين النهارده وهو الرز الطبيعي اللي هو اللي احنا بناكله، الرز الابيض. انا جايبه كميه من الرز عشان استخدمها النهارده معاكم. الناس اللي ما تعرفش ليه بنستخدم الرز على الشعر، الرز فيه نشا الرز، والنشا دي هي اللي بتحتوي على فيتامينز كتير جدا جدا للشعر. كل الناس اللي عندها معلومة الرز عارفة ان الرز الاسيويات بيستخدموه في كل مستحضرات التجميل ومستحضرات الشعر، لدرجة ان هم عندهم كريمات تفتيح للشعر وكمان شامبوهات بالرز فقط. فمعناها ان الرز فعلا مكون من المكونات الرائعة الجديدة جدا اللي الناس بقت عارفاها، لكن هي حاجة قديمة القدماء بيستخدموها. فالنهاردة مادام احنا عرفنا السر ده مينفعش ما نستخدمهوش، فانا النهاردة جايبالك الطريقة الصح عشان الرز يطول ويكثف شعرك. زي ما انت شايفة الاسيويات شعرهم ازاي حلو، يلا بينا. زي ما انت شايفة انا البرطمان ده حاطة فيه رز. انا يا بنات عموما عشان بستخدم وصفات كتير واعشاب كتير، فدايما بحتفظ بيهم يا اما في طباق او برطمانات، وبحط المكونات مغسولة، يعني بغسلها واجففها واسيبها. فدايما هتلاقي عندي المكونات بتاعتي دايما نظيفة. انت بقى لو الرز عندك مش نظيف اغسليه عادي بشوية مية وبعدين استخدميه، لكن اهم حاجة ان انت تغسليه. انا جبت هنا برطمان كبير عشان هحط الوصفة بتاعتي على طول في البرطمان. لو مش عندك برطمان تقدري تحطيه في طبق، تقدري تحطيه في حلة، ما فيهاش اي مشكلة خالص زي ما انت عايزة. انا حطيت هنا معلقتين كاملين من الارز الابيض زي ما انت شايفة، هما دول اللي انا محتاجاهم. طبعا الرز بتاعي مغسول من الأتربة ومغسول من كل الشوائب يعني، ونضيف 100%، ودي أهم حاجة. المكون التاني مكون غريب جدا وأنا متأكدة أن كلكم هتعلقولي عليه، وهو البرتقال. هتقولولي طب يا صوفي احنا هنستخدم البرتقال ليه؟ احنا مش هنستخدم البرتقال عموما يا بنات، هنستخدم القشر. القشر فيه نسبة فيتامين سي عالية جدا. الناس اكيد اللي بتاخد بالها وانت بتاكلي البرتقال او بتاكلي السفندي بتحسي ان في طالعه ميه منه على ايدك، ميه كده تحسيها تقيله شويه، دي مش ميه، دي فيتامين سي. اللي مش عنده المعلومه دي انا اقول لكم، انا بقول لكم اهو المعلومه. الفيتامين ده يا بنات من الفيتامينات الرائعه للشعر اللي بتدي له لمعه، بتدي له طول في فتره قصيره جدا. فانا النهارده مستخدمه معاكم مكونين من المكونات الطبيعيه المتاحه دايما عندكم في البيت، ومش هتكلفكم حاجه بجد يا بنات، ما شاء الله لو استخدمتيها صح وبالطريقه اللي انا هعملها معاكي النهارده في الفيديو، فانتي اوعدك ان اخر الشهر هتحسي بفرق جامد جدا في شعرك، والكل هيسالك ايه التغيير الجذري اللي حصل لشعرك، وايه المكون اللي انت عايزه اللي انت بتستعمليه. وطبعا براحتك بقى، عايزه تقولي مش عايزه تقولي، عايزه يبقى سر زي ما انت عايزه. المهم يا بنات استخدمت القشر وحطيت القشر وكل حاجة، وحنزل على المكونين بتوعي بكوبايتين كبار من المية الدافية. يعني لا هحط مية سخنة مغلية ولا هحط مية ساقعة، ما بين البنين. يعني أنا هنا غليت شوية مية في الكتل وسبته يبرد حوالي 10 دقايق، وقمت هنا حطيت الكوبايتين من الميه اللي انا كنت مسخناهم وسبتهم يبردوا. ليه ما حطيتش ميه مغليه؟ لان انا مش عايزه اغلي المكونات بتاعتي، انا مش عايزه اسوي الرز، لا انا عايزه اطلع من الرز الخصائص بتاعته، ومن قشور البرتقال عايزه اطلع منها فيتامين سي، بس مش عايزه ان انا اغلي الحاجه، لان انا كان بسهوله جدا اجيب المكونين دول احطهم في ميه على حله واغليهم. لا، الغليان مش حلو خالص في المكونات اللي زي دي، لان فيهم زيوت طياره، فيهم فيتامين سي بيروح مع البخار، فاحنا كده ما استفدناش اي حاجه. ودي معلومه انا كمان استفدتها مؤخرا، فقلت طبعا ان انا لازم افيدكم. هنا قفلت على البرطمان بتاعي وهسيبه 48 ساعه. انا ساعات بسيبه 3 ايام
قدامك حاجتين، يا اما تحتفظي بيه في التلاجة لو الدنيا حر، اما بقى لو احنا في الشتاء وجو ساقع فاحتفظي بيه في يعني عادي بره، مش لازم تحطيه في التلاجة. لو علي انا بصراحة بحتفظ بيه صيف شتاء في التلاجة، عشان اصلا الوصفة دي اسبوع وبعدين بتبدأ تطلع ريحة تحسي ان هي باظت، فلو انت حطيتيها في التلاجة كمان اسبوعين ثلاثة هتبدأي تشم ليها ريحة، فبالتالي ترميها وتجددي. لكن الوصفة عموما مش هتكمل معاكي 3 اسابيع او اسبوعين، لان انت لو استخدمتيها بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي هتخلص، فبالتالي مش هتكوني اهدرتي مكونات وتكوني اخدتي واستفدتي من الوصفة بتاعتك دي. تمام، استخدام الوصفة دي ايه؟ لو انتوا اخدين بالكم المية لونها وريحتها اتغيرت، طبعا بالنسبة للونها فانتوا اكيد ملاحظين، بالنسبة لريحتها فانا اللي شماها فالريحة جميلة جدا، تحسي ان انت حاطة زيت عطري. زيت البرتقال ده اصلا من الزيوت الجميلة جدا جدا اللي انا بحب اشتريها، في ناس بتحب تحطها على المرطبات وتدهن بيها جسمها، بتبقى ريحتها جميلة قوي، منعشة، ريحتها صيفية، حاجة كده جميلة قوي. فعايزة اقول لكم هنا ان المية نفسها اتغيرت اصلا من قبل ما نستعمل الوصفة او نسيبها 48 ساعة او حتى نسيبها 3 ايام. فتخيلي بقى هتسيبي الوصفة دي 3 ايام او 48 ساعة، الشكل هيبقى عامل ازاي، ريحتها هتبقى عاملة ازاي، وهي نفسها هتبقى مفيدة ازاي. تمام، دي بالنسبة لطريقة عمل الوصفة. طريقة استعمال الوصفة بقى بسيط جدا جدا واسهل من عمايلها. الوصفة دي يا بنات انا بحب ارشها كل يوم على شعري بالليل. انت لو مش عايزة تستعمليها كل يوم بالليل، استعمليها كل يومين ترشيها على شعرك بالليل بالبخاخ اللي انت شايفاه قدامك ده. انت بقى لو مش عندك بخاخ تقدر تجيبي قطنة او منديل، بس يفضل يكون قطنة عشان المنديل بيشفط المية وبالتالي مش هتستفيدي من المنديل، فالقطنة مختلفة. فانا بجيب شوية قطنة وبتحطيها في الاناء اللي عندك في المية بتاعتك، وبعدين بتبدأي تفرقي شعرك وتطبطبي بالقطنة اللي فيها الوصفة بتاعتك على فروة الشعر. استخدمي الوصفة دي كل يوم قبل النوم، او استخدميها كل يومين قبل النوم ترشيها. وصفة بدون غسل حلوة قوي قوي يا بنات، متأكدة ان انتوا هتدعولي بعد الوصفة دي طول وكثافة. بحبكم جدا ومع السلامة.